الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا في نسخه استثنائيه من دوري الابطال، احنا يا دوبك لسه ما كملناش شهر يعني من البطوله اللي فاتت، فنتمنى ان شاء الله تبقى بدايه قويه، لان اكيد كل جمهور الاهلي عنده شيء من المراره بعد خساره اللقب سنتين ورا بعض في الدور النهائي، واكيد ما حد مفيش حاجه هتعوض المراره دي غير ان شاء الله الاهلي يقدر يحقق اللقب السنه دي. اعتقد الاهلي كالعاده يعني في اي بطوله بيخشها هو المرشح الاول للقب، اللي هو احد المرشحين بشكل كبير جدا لفوز بالبطوله السنه دي ان شاء الله. ضربه البدايه مهمه، لان هي دي بس اللي هنخوضها بالقائمه الاجباريه اللي احنا مضطرين فيها. بعد كده ان شاء الله نكون قدرنا ندعم في يناير بعد الانتقالات بتاعه يناير لما تبتدي مرحله المجموعات. فضربه البدايه مهمه جدا النهارده، مباراه فيها ظروف كتير كانت صعبه شويه، طبعا زي ما انت عارف الفريق داخل حتى مش قادر يكمل ال 18 نتيجه الاصابات الموجوده بالظبط، نتيجه ان تم القيد 23 لاعب. فنتمنى ان شاء الله ان تبقى ضربه البدايه موفقه ونكمل بعديها المشوار باذن الله.